يا حليل الحوير تخبط في الغدير. يا حليل خل امك ترعى من هذه وعطني حليب يا صغير. يا حوير عساسات جوال اكثرهم سلسلح من هناك تريد تمرغ وشعف العالم ولعب فيهم السبله ولا عيلهم راح ولا ابو حسن لعدم المقاطعه يسدح مشاهدي الكرام بعض الناس اذا جاي يصور الجوال في اول النبات ويعطي منظر انه ما مثل هالربيع. نعم. لكن على الطبيعه يختلف هذا معناه. سلمك الله مشاهدي قناه المسافر للتغطيات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير وحياكم الله في هذه الرحله تغطيه على الامطار اللي صارت قبل يومين. طلعت اليوم من القصيم وتواجد على احد الشواطئ ولو انه نجد ما فيها شاطئ ولكن تعالوا اوريكم الدليل على انه شاطئ محطوط لهالجلسات. شوفوا هالبحر سبحانك يا رب. هذا سلمكم الله على طريق شقرة بعد ما طلعت من القصيم تعديت ام سدره جاني مفرق محزم يمين خذيت معه يا ما جاني سلمكم الله هالمحير. محير الماء هذا ياخذ له مده لذلك محطوط عليها المظلات معموله كانها معموله على شاطئ. ضبط قهوتنا فيه وبتستمر ان شاء الله سبحانه وتعالى رحلتنا على جهه الحصى وعلى سلمكم الله جاحد وعلى مناطق صيف الجنوب اللي دائما اهل الحلال يصير عندهم رحلتي الشتاء والصيف. رحلة الشتاء جهة الشمال وربيع الشمال والآن يسمى مسناد البدو جهة صيف الجنوب. ولزوم الكشتة دخلت في محل الكشتة في أشيزر. جماعة محل مميز وعنده كل ما تحتاجون لكشتة. عندك الحمام الطازج اللي توه منزلينه شوف وبط وش تحتاج للكشتة من الأرز ومن كل ما تحتاجه. حطيت أغراضنا كلها بالثلاجة بسم الله. سكر مسكنا الطريق بعد ما خذيت أغراضي من أشيزر. هذه شقرة الآن على يساري وهذا طريق مكة الدوادمي. بعد تقريبا 50 أو 60 كيلو أباخذ طريق القويعية يسار. وابشروا بالأمطار وابشروا بالصيف الطيب. هذا قبل الحصاة من نزلت من الخط السريع طريق مكة الرياض وأنا ما شاء الله في هالمطر المتصل السيلي اللي ما نازل عليها الحين مثل ما تشاهدون. هذا مطر أمس. يا جمال هالمنظر تبارك الرحمن. وين هذا نهر ذا يا جماعة الخير محوله من هالجبال. وهذه من المواقع مشاهدي الكرام اللي في زمن الأولين إلى وقتنا الحالي يستفيدون البادية من هذا الموقع وهو تجمع المياه مياه الأمطار في هذا الموضع يسمى وقر عند العامة. مثل ما تشاهدون الآن هنا مجموعة معهم سلمكم الله وايت يوردونه وهذا الماطور بينزلونه هنا وبيسحبون يعبون وايتهم بواسطة المطور. ويسر مشاهدي الكرام نتعرف على أحد الواردين لهذا الوقر. حياك الله. مرحبا الله يحييك ويبقيك. هادي القحطاني معك. ونعم. نعم بحالك. أخوي هادي كم لكم تردون على هالوقر؟ والله من قديم الزمان، الوقر هذا قديم. كان أبانا وأجدادنا وحنا بعدهم نردي عليه. لجات الأمطار والمواسم الأمطار وسبحان العظيم مثل ما تشوف لجات موسم الامطار يمسك المويه احنا نعبي سياراتنا منه ويشرب منه. اي نعم مويته نظيفه ويجي من الظلعان من طال عمرك نظيفه لا فيها لا شيء ومزيه من ما مثل ما تشوف. يعني قبل مثلا السدود وقبل الابار يستفيدون اهل الباديه من اول من مثل هذه. نعم نعم مثل الوقر هذا يستفيدون منه لانه يجمع الماء فيه. تمام. نعم الله يبيك يسكن حالهم وياك طال عمرك. شكرا لك يا حبيبي. الله يسعدك.
وهذا ان شاء الله سبحانه وتعالى موقع مبيتي الليله ما بين الحصاف وبين قيران. وتذكرون هذه القحطان اللي صورتكم قبل شوي وهو يروي من الوقر، عزمنا الله يكثر خيركم وخيره وصر علينا نتعشى عنده، واعتذرت لاني فعلا انا حدي المغرب يعتبر عن قولتهم طول اليوم يصير عندي تغطيات او مواصل، فاذا جاء المغرب ما عاد لا اتحرك ولا اروح ولا اجي، فصر علي وجاب لي حليب هالخلفات الله يكثر خيركم وخيره. وقت القهوة، هلا هلا بالصوت والريح. لا وما هي بأي قهوة، قهوة المسافر، وهذه فرشتي، وبعد شوي ان شاء الله شب الضوء هنا. وهذه ما شاء الله قهوتنا جاهزة، والآن نكشن للكبسة غدا عشاء. صبحكم الله بالخير مشاهدي الكرام، صباح اليوم الثاني من رحلتنا، من رحنا البارح في هذا الموضع ما بين الحصاه وبين جاحد. قمت الفجر ولله الحمد، شبيت ضوي وسويت قهوتي، وبنسوي فطورنا وبنكمل لكم ان شاء الله باقي التغطيه. ويا زين النوم بالبر، ويا زين الهدوء التام. من رحت البارح وسط الناموسيه، هذا فراشي، الناموسيه هذه مرارا وتكرارا اذكركم فوائدها، تحميك بعد الله سبحانه وتعالى عن الحشرات عن الدواب، مهمه جدا معك. لكل مقام اللبس يتسدى. جبتها صح ولا جبت العيد؟ كل مقام والله ما ادري عاد. عموما رايحنا نقابل رجال شرواكم، وحياكم. هذه مسيرة شديد رجل الاعمال شرار العرم الشيباني الى صيف الجنوب لهذا العام 1445 للهجرة، يتبع هواها بن مشيب الله يطول بعمره. شوف الولف الله يطرح البركة بهالمزيونة. معودين على الولف والله، لو امشي معه 100 كيلو اني ما مل. ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. شوفوا يا الناقة، شوفوا يتبع هواها ابن مشيب الله يطول بعمره وعمار ان شاء الله. مرحبا مرحبا بهالوجه الخير. يا حليل الحوير تخبط في الغدير. يا حليل خل امك ترعى من هذه وعطني حليب يا صغير. يا حوير. هذا مرواح ابن الشيخ شرار بن بادي العرم في هالمعشى الطيب، مروحنا الحين
المحل الوايت شباع ما شاء الله تبارك الله منها من هالعشب. الله يبيض وجهك يا ابو بادي اللي تعنى وتلبي شفه عطايا الله. جالك العافيه. ارحبي ارحبي. يا جماعة يا حبة للولف. طيب اصبر اصبر خليني ابوسك يا الله يطلع البركة. تستاهل الزين يا ابو بادي. الله يبارك فيك. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. انا مبسوط اني بينك ومبسوط واكثر اللي اثلق صدري وهي ترعى هالورق. يلا لك الحمد العشب. يا الله انت تطرح البركه. الحين مروحت لمقر عزبتها الوايت في الجهه اليمنى هناك، وهذيك سيارات الغرف والمجالس. بروح اسوي لكم مقابله ان شاء الله مع الشيخ شراب وعلبل. الله يبارك. تبين سيلفي؟ يلا تستاهلين والله. يا لبها الضخمه على اوريكم المبهور. وهذا مشاهدي الكرام المقهور، وسبق وشرحت لكم عن المقهور انه الركيزة للإبل، وهو يجمع المقهور من اول اسبوع للحوار ولادته، يجمع مع الرحول ومع البعير في اخر الإبل، وهو مثابة الركيزة للإبل. ان بغوها تشد في المسير شدوا شوي للرحول والمقهور عشان تمشي اسرع، وان لا قدر الله شافوها هجت ولا شيء احبس مثل البريك. وهنا ما شاء الله تبارك الله، تعالوا شوفوا بس ها، شوفوا هالنعمه، شوفوا هالعشب. يلا من فضلك. وتشرفت قناه المسافر للتغطيات مشاهدي الكرام باللقاء مع الشيخ ورجل الاعمال شرار ابن بادي العرم. حياك الله يا ابو بادي. ابقاك الله يا مرحبا. الله يحييك ونهنيكم اولا على هالامطار اللي الله سبحانه وتعالى انعم على البلاد بها، والامر الثاني نهنيكم على هالمنزل البساط الاخضر ما شاء الله. نحمده ونشكره. هذا طال عمرك من فضل الله، ارزاق وصيف وخير والله لا يتصدر. امس كنا متضايقين من العالم وكثرتهم، واليوم ما نشوف احد النبه يسولف معنا يسير على يسير على ما فيها. الارض مخلية. نحمد الله ونشكره. الله يبيض وجهك على الاقتناء نوادر الابل. الامر الثاني سلمك الله، انت الان تعمل بما تعمل به، ولله الحمد حكومتنا الرشيده اللي خصصت هذا العام بعام الابل اللي هو 2024 تقديرا للابل واهلها. الحمد لله، هذا فضل من الله ان الله رزقنا بحكومة رشيدة حريصة على مواطنيها، تعمل الخير لمواطنيها وللغير، وهذا من فضل الله وكرمه. ابو بادي حدثنا سلمك الله عن شديدكم ومنزالكم بهالموقع. والله احنا طال عمرك كنا في المزارع في القرنة، وبعد ما طاح اول الصيف شفنا قلب تضايقت ما عاد تبغى المزارع وطلعنا، وابشركم موفقين من يوم ان طلعنا وحنا في عشب، واخذنا لنا فتره في الوطاه، جانا ناس واجد والبل تبى ديارها، وطلعنا منهم لنا حول خمس شدات من يوم ان طلعنا من الوطاه. يعني نقول سلمك الله خمس شدات من الوطاه الى موقعنا الان قريب على جاحد. تقريبا تقريبا، والممشى يختلف الالبل. احط طال عمرك يمشي شده طويله فاكم مقهورها، واحد ماسك مقهورها ويرعى، احنا من الناس اللي يرعوا. مع كثر مشاغلكم بالحياه وممارسه التجاره الا انه حب الابل عندك غير. حدثنا له انت. من قال ما يهان؟ والله بالنسبه للابل طال عمرك احنا نعتبرها مصياف لنا. اي روحه نروح بها يم البل نرتاح فيها.
ابو باديه بعد راسي حدثنا عن موارد المياه بالمنطقه. والله بالنسبه لموارد المياه في المنطقه ابشرك الخير واجد. اول ما قابلنا مني يا جاحد، بعدها طال عمرك الهميجه مليانة من السدود والخيرات، بعدها طال عمرك الطواعيه وسلبه، ثم رحل عاد جهه الحزم والحمره فيها سدود وفيها خير، والناس ابشرك فاعلين الخير واجد. من اول كانوا ما فيها الا الابار المحفوره، الان فيه سدود سووها فاعلين الخير والله يجزاهم خير. ولكن هاللوحه الفنيه يا ابو بادي ما مثلها. سبحانك يا كريم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولله الحمد والشكر. عينت افضل من الديره هذه، عينت فيها الديرة اللي انت مرت فيها في الصيف، عينت مثل الديرة هذه. لا لا عز الله ما لقيت. طيب ابو بادي، لا انت حدثنا وش انواع النبت اللي شاهدت بهالمنطقة؟ والله كله نبت صيف، هذا طعام الكنصي والشرشر والزهر، وفيه اتاويل وفيه مكر، والخير واجد. مرحبا ومسهلا بقناة المسافر، وانا طالبك الليلة تونسنا. الله يكثر خيرك يا ابو بادي، والله ما هو بغريب عليك العزمي ولا العلم الغانم، من اول ما جيت مشاهدي الكرام من عصر وكل شوي يردد علي العزيمه، ولا هو والله غريب عليك ولا والله ان شفقين على الاجتماع معك وتسلينا يا حبي. سمعت ولا الله يبين ولا بلد. نحمد الله كلنا شبعان في محله. الله يغنيك ويسفر خيرك ولك واجب علينا يا مال القناه واليسر. شوفتك والسلام عليك، وشايفين سلمك الله هالمبروكه وسط هالعشب وهالعلوم الغانمه والحوات الغانمه اللي قبلناهم عندك، هذا اندل في دل على محبه الناس لك. اسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياك من المحبوبين عند الله وعند خلقه. امين امين. الله يبيض وجهك واكرمك الله وكثر الله خيرك. مرحبا ومسهلا من يوم صرت لنجي. والطيب لا تستغربه من هذا الطيب. الشيخ يستقبل زياره ما يسمعون انه نزل في المنطقه، ما يسمعون انه نزل في المنطقه الا ويجون يسلمون ويقدمون له العزيمه. وهذه مشاهدي الكرام احد الجلسات المكشوفه ليلا علشان يستمتعون بالهواء الطلق. في المقدمه الجلسه المكشوفه اللي صورتكم قبل شوي، وهذا احد المجالس ما شاء الله تبارك الله في مقر ضيافة الشيخ شرار بن بادي تبارك الرحمن. الطيب لا تستغرب من هذا الطيب. يا الله لك الحمد، غرف متنقلة، خدمات مهيئة، كأنك في قصر. الله يكثر خيرك يا أبو بادي، تستاهل كل خير. وهذا البوز من السيارات المفضلة لدي ولدى كثير، شريحة كبيرة من المجتمع. البوز لها ميزة خاصة. اي الله يفتحون كبوته عشان قال لك ايش؟ قال يبرد. الله يكثر خيرك يا ابو بادي. هذه ذبايح الضيوف اللي يجون في مقر الشيخ، الله يكثر خيرك ويغنيك من واسع فضله. يزيل المشي في الروضة الخضر لشعشع المخضار، الله يرحمك يا بن جدلان رحمة واسعة، يا أمير الوصف. سبحان الله، شوفوا الممشى يا جماعة الخير عقب المطر وخضار الأرض تو ظاهر، والله إن هذه المناظر تزيد في العمر. سبحانك يا كريم. حي هالشوف، شوف الوضح، سلام على هالشعيب ترعى من هالورق. أنا مشاهدي الكرام لي ساعتين أدور على رجال بعرفكم عليه بعد شوي، لكن أحب أفيدكم معلومة، ترى الشيء ما يجي بالسهل، نتعب وندور على بعض الضيوف اللي نستضيفهم عندنا في قناة المسافر، يا أما من كبارين السن يا أما من الرواه مثل الراوي عبيد ابن حنتوش الخنفري القحطاني. هذا ندور على عزبته باذن الله سبحانه وتعالى نواجهه، و يعني نسوي لكم معه لقاء باذن الله، لكن حاب افيدكم انه الشيء ما يجي بالسهل، نتعب والله يا جماعه الخير، لي ساعتين ترى ادور، لانه بعض المناطق البعيده ما يكون فيها شبكه،
ونشتغل بعد الله سبحانه وتعالى بس على جهازها الكنويت. وهذه من الابار القديمه بالمنطقه، نشوف فيها ماء ولا ما فيها ماء. الله المستعان، الله المستعان. يقول حياتي بدونك مثل عد قراح نجف، تقافى وضعونه وارتدا فوق هالسافي. واخيرا لقينا ابو حسن عبيد ابن حنتوش الخنفريق حطاني، حياك الله ابو حسن. تسلم. والله حنا في ديارنا هذه البرد السبحان حقات الركا. اسلم. ممطورات المرتين، المره الاولى سحابه عرضها 30 كيلو مشبعين العربه في بعض المحلات في جميم في نصي في حاجات، واليوم الارض مستلحقه نبات جديد مثل ما تشوف ذي الحين توها حلالها عالت في شرشر في حربه وسلامتك. وانت سالم وغانم. مشاهدي الكرام، زمن الاولين عندهم شيء يسمى العساس قبل ما تجي الارصاد ولا وسائل التنبؤ بالامطار والنبت الربيع. في العساس سلمكم الله يروح المواقع الامطار ويجيهم بعلوم الامطار ويجيهم بعلوم الربيع ويحولون على كلامه، ويحولون يعني يقطعوا مسافات على كلامه. نعم، ان هذا الرجل ثقه. نعم، ابو 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 حسن مشاهدي الكرام من اكفأ العساسين اللي لجاء ديره عد كل ما فيها من معالم وما تمل، وانت تسمع وهو يعد عليك العساسه. وحنا الاولين نعس من اول على الجيش. تمام. وعقب الجيش كنا نعس على الفروت من اول يوم وردت مع العرب، نركب النفرت ونعس الدير، نعس من الجنوب لان ناس الجو ساقان وجو عشري والصمان وجويات الامل وناصل الى فحان ولا المحوى حق لينا ولا تاصل سماح وتاصل الصحن حق رفحه وتاصل فحان وتاصل مداهيل البلحنا البدو الربع فيها. المطر اللي له خمسة ايام اللي عسيت علمنا به لهن سلم. ركبنا من اياه انا ويا اخوي اللي خوي اللي من جو من زارع. اي. وعسنا السحابه اللي احنا فيها. تمام. طلعنا معها مع الطوعيه وطينا بها الحمام. طلعنا يسار على على يحامر على تربان اللي عنده وعلى امهات الوجبان، ظهرنا في فضاء وانت يا منا على المشكوك وعلى الارشاح وعلى محضب وعلى التربان دي. عشنا مع السحابه الى مصيبع الى برق الامير. وصلنا الى برق الامير والتربان اللي عندهم هجعنا صوب الملاح على الدخول على الارشاح. حولنا على الصازب على الجفره، حفرنا فيها نص ذراع، مشانا وطينا معنيز وطينا مشعاب، تعدناه حولنا على من عند خلنا شذير وغاير ميسيرنا، الحينا على رغوه من عند مويتيره، عودنا مع الحمره يسار لنا عرضنا الخط من عند الطيري، ركبناه ومشانا معه مع زفلت تشوف الماء يمينك ويسارك لين جينا حمه المعاشي. يوم جينا حمه المعاشي بلحقنا السيل على خطب على طنطوط نطيه على خشم الذيب على بني بسكان على عقارات السيل اللي عندنا الريجيل والعسوس. لان امسالنا عند جماعتنا هنا في عند خشوم خطب، حولنا على فرشه مثل من حرنا للطيري نلقف مع الجبال مع دروب البدو الاوله مباريد الباطن السيل اجتمعت رانيه وبيشه. حدثنا لان ظهرنا مع قويد جبل يظهر من صوب الحظ يعرض الخط من عند الطيري، ركبناه هم علقنا بذا الجنوب ضوان الليل عند خشيم الذيب، هزعنا على جماعة عندنا على الضنط على الضنطية على بين بسكان على خطب على التربان ذيك اللي تخابر. احنا نذوق في الرجع اللي شيء الا زغني وشيء بحر ما نعرف الوادي من اللي ما هو بوادي. ابرق الطير وطيناه هو الحنان، هم طينا استن وسيتن، هم حولنا على خبه ابو صبه، هم حولنا على الراطه، هم كتلنا ملح مع عرض النقص علينا المطر، ما عاد عينا مطر وطينا ملح ما عينا ماء ولا سال ولا وادي ولا شيء. كتلناه لغفنا من عند الصخره وطينا ديال اللي عندنا، يوم جينا الصخره الساده على بلهشم لحزنا السيل على الدسمات على اسفل المهمل، حولنا به على يفيخ وحنا في الرجع اللي عندنا الريجيل ورده ما فيها شيء. قطعنا الجمره من حدره مروحنا لين جينا العريف ما عاد عينا حين عده الريجيل وسلامتك. وانت سالم وغانم،
وبيض الله وجهك. ومثل ما تشاهدون مشاهدي الكرام، ابو حسن كل معلم يذكر اسمه، وكل ارض مشاها الا يعلمكم تفاصيلها، لانه مهتم سلمكم الله في معالم الارض ويعرفها. لا والله مهتم بكم شرواك، بيض وراك الله وراك بدو اطيب مني واعرف مني في الدير ولا همك تنعين لا تعدلهم لماثيل. بيض الله ما انت تمشي على الجوال وتصور. بيض الله وين حد الحياه؟ بيض الله احنا نحدد الحياه من اول، حدد الحياه للبدو. ابو حسن عدد لي هالنبات ذا ويش هو؟ النبات هذا قرمل، وهذا حربث، وهذا شرشر، وهذا شتيل، وهذا صيان ذاك اللي عنه شفت، وهذا هراس عنه تبعنا هوا ملحن على هالشحم قدبان على هالجنايف حجبها موريها لمنها مشت تظهر ولدها من الحيران تنام مسيرها الورد صحرا عليها مصيافها المشكوك قال الرقا شنجان ومقياضها جاحته وهذه مضاميها وسلامتك. وانت سالم وغان بيض الله وجهه صح لسانك. وحياكم الله مشاهدي الكرام، على مدى 3 أيام خلصت التغطية كاملة حول الحصاة وقيران وكذلك جاحد. تمشينا في الديار، صورنا مع أهل البادية، وهذا آخر فلوق بالنسبة للمناطق هذه اللي غطينا لكم على مدى 3 أيام. ومتوجهين إن شاء الله الآن إلى بيشة، بنغطي لكم إن شاء الله خلال الأيام القادمة عن الربيع والأمطار اللي حصلت على منطقة بيشة وضواحيها. ختاما مشاهدي الكرام، أرجو أن يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم، لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك ومشاركة الفيديو إذا أعجبكم، فدعمكم يهمنا، وشكرا لكم أجمعين.